كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. وانتم تتواجدون معنا الان في محج محمد السادس اللي هو كيشهد اقبال مكتف، وانتم كتشوفوا والحمد لله يعني السير يعني في ظروف عاديه، المواطن يتجول، رجال الامن يتواجدون في كل مكان في الساحات العموميه على مستوى المطاعم الفنادق حيث تقام جميع الاحتفالات. وسنبقى ان شاء الله هذه الليله يعني متواجدين بدون انقطاع، وسنواكب الجميع الاحتفالات، وسن يعني سنقوم بتدبير امني محكم، تدبير امني محكم على جميع المستويات بما في ذلك حركه المرور اللي هي حركه يعني كما كتشاهدوا حركه كثيفه، ولكن الحمد لله الى حدود الساعه يعني مكنين الى يعني بنسبه متقدمه في تدبير الامر. حوادث السير الى حدود الساعه لم تسجل اي حادثه، قضايا اخرى اعتداءات او سرقات او اي فعل ممكن ان يمس بالامن العام الى حدود الساعه ما كاين شيء، قضايا عاديه جدا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.